أقيم اليوم المنتدى النيابي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن فعاليات وبرامج مبادرة التواصل المجتمعي. وقد شارك في المنتدى النيابي لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من 150 عضوا من ممثلي الجمعيات والمراكز واللجان العاملة في شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء الأمور. وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والجمعيات واللجان والمراكز العاملة في شؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة للاطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم والوقوف على التحديات والملاحظات وطرق معالجتها لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب في الفترة المقبلة وإحالتها إلى الحكومة ومتابعة تنفيذها، خاصة وأن المجلس النيابي أدرج العديد من المبادرات في برنامج الحكومة الذي نال ثقة البرلمانية والخاصة بشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم. أعتقد أن هذا المنتدى يمس طائفة كبيرة من أفراد المجتمع يقدر فيه 10,000. هناك إعاقات مختلفة، ولكن احنا نعلم أن المعاق له متطلبات. المعاق وأهليهم عندهم أمور كثير يعانون منها، فإحنا كرسالة من عندنا إلى الحكومة ما سيخرج به المنتدى هذه من توصيات ومن مرئيات رايحين نوصلها، طبعا نتناقش فيه في مجلس النواب، ومن ثم راح ترفع إلى الحكومة.